حقق في هذه البطولة وكان أحد أفضل لاعبي البطولة ليس من جانب السودان بل من كل المنتخبات، ويتحصل على طرد موجع بكل تأكيد. بطاقة حمراء وموقف يتأزم في خروج أحد الركائز الأساسية والعمود الفقري في تشكيلة المنتخب سيف مساوي. أكرم الهادي أمامنا ومحاولة التقدم للأمام، أكرم الهادي والتقدم يتسطع والمتابعة بعد ذلك والهدف الثاني يأتي. أكرم عمل اللي عليه كريستوفر كاتونغوا يأتي بالهدف الثاني، ولا وجود لمتابعة، لا وجود لأي متابعة. وللمرة الثانية التراقص على أنغام الهدف الثاني، والدفاع حتى الآن في أخطاء مستمرة. شوف أكرم الهادي، ولا لاعب حرك ساق من جانب منتخب السودان. أكرم الهادي تصدى لها وعمل كل اللي عليه، ولكن المتابعة بعد ذلك، ظل اللاعبون في فرجة وانتظار لهدف الثاني الذي أتى لصالح منتخب. زامبيا، هدف ثاني إذا يأتي لصالح المنتخب الزامبي. هدف ثاني يأتي